خلصنا الدرس التاني، النهاردة هنبدأ الدرس التالت. أول كلمة بتقابلنا هنا تمام هي كلمة help. help ده verb فعل بمعنى يساعد، زي ما انت شايف البنوتة الجميلة دي بتساعد الجدة دي grandmother. أي حد مش لازم يكون يعني جدتها، هي شايفة حد كبير في السن وعايز يعدي فمسكتها من إيديها وبتعدلها الطريق. help، والعربيات مستنية هي اللي ما تخلص والإشارة تفتح. help help h e l p، طبعا هو عاملها لك كده منقطها علشان تمشي عليها tracing، أو بيقول لك look listen and trace، يعني هتمشي على النقط دي. help. بعدين المية water water، الماء w a t e r. polite polite دي صفة يعني مهذب يعني مؤدب، مهذب باللغة العربية polite. polite الولد قاعد مؤدب في الفصل اهو وقاعد بيستمع لشرح المدرس بتاعه. help water polite help water polite. الدرس ده بنتعلم منه اللايف سكيلز، مهارات الحياة، ودي الفاليوز اللي بنطلع منها ان احنا سلوكنا يكون جود بيهيفير، سلوك جيد تمام، نتعاون مع اصدقائنا ونساعدهم ونبطل خناقات على الفاضيه والمليانه تمام، ونساعد الناس الكبيره وما نتنمرش على حد علشان شكله مختلف عننا تمام. help water polite، اسمعهم كده من جنى. يلا يا جنى. Polite. تمام، very good. حمزة اتفضل. حمزة. Help. ها. Water. أيوة. Polite. Polite. أحمد محمود اتفضل. water. عايز تقولها بالتي هتبقى ووتر بس مش هتنطق الار بقى. ووتر. ووتر. بولايت. مايك. معاذ اتفضل. هاف ووتر. Polite. تمام، ريتال. Help water polite. ياسين. Help water polite. 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 نرجع لجنى تاني. يا جنى هنبص كده على البيهيفير اللي هنا، ده السلوك اللي بيعملوه هنا، بيعملوا شيك هاندز، بيسلموا على بعض. احنا الجود بيهيفير السلوك الجيد هنعمل له سمايل فيس، هنعمل الوش المبتسم ده. السلوك السيء الباد بيهيفير هنعمل له الانجري او الساد فيس، الوش الغضبان او الزعلان ده، خلاص الحزين ده. طيب هما بيعملوا شيك هاندز، ده جود اور باد؟ يعني ده كويس ولا حاجه وحشه؟ Good or bad? Good. Good. يبقى هنرسم ايه؟ Smile face كده. تمام؟ وش مبتسم. حمزة، الأولاد هنا fighting together، بيتخانقوا مع بعض، بيتعاركوا. يبقى نعمل ايه؟ Smile or sad or anger face؟ Sad. Sad face أو anger face، هنقلبها كده اهو. هنبوزه لو بوزه. طيب البنت دي احمد محمود بتعمل helping to others، بتساعد الاخرين، helping others. يبقى نعمل smile ولا angry؟ هترد يا احمد ولا مش هترد؟ smile. اقفل المايك. smile. معاذ. معاذ
نعم يا مس. These guys or these boys laughing at their friend. يعني بيتمرمروا بيسخروا من زميلهم. ده نعمله smile face ولا angry face؟ Angry face. ايوه نزعل منهم كده نقول لهم انتوا سلوككم باد بيهيفير سلوك سيء. تمام. بعد كده في الصفحه دي بيجيب لي هنا اغنيه. تمام. التيتشر بيقول هلو مرحبا واتس ذس ما هذا شو مي بليز ممكن توروني ده لو سمحت وضحوا ايه هو ده. البنت بترد بتقول له هير از ا كارد ها هو كارت معايدة It's a card for you ده كارت معايدة علشانك أنت يا مستر. قال لهم thank you ويعيدها ثلاث مرات طبعا كانت على شكل أغنية. وبعدين في بنت داخلة بتغني Hello help me ساعدوني some water please عايزة شوية مية لو سمحتم. ففي بنت رقم ثلاثة بتقول لها Here is some water it's water for you ها هو إليك بعض الماء هذا الماء من أجلك. تمام يعني خد اهو شويه ميه الميه دي عشانك. فالبنت قالت لها ثانك يو ثلاث مرات شكرا ليكي. هنا في ولد تاني بيقول هلو هيلب مي ساعدوني a pencil please عايز قلم رصاص لو سمحتم. قالت له الولد التاني قال له هير از ا pencil اهو قلم رصاص اتس ا pencil فور يو ده القلم الرصاص ده عشانك انت. فالولد شكر وقال له ثانك يو ثانك يو وهي عباره عن اغنيه. تمام بيعملوها الاولاد مع بعض. طيب نروح على الصفحة اللي بعد كده هنراجع بقى على الوحدة الثالثة لأنها تدريبات. في صفحة المراجعة راحت فين أمال؟ 142 و144 في صفحة طايرة. يلا مش مشكلة. طيب نبدأ التدريبات على طول مع ريتال. لوك أند سيركل يا ريتال جاهزة ريتال ولا أنا؟ ريتال معايا صح؟ طيب طيب يقول لي هنا ده father or polite الولد ده علشان اوصفه اقول عليه father ولا polite؟ polite polite مؤدب مهذب. ده ياسين بقى اللي على الدور اتفضل ياسين. هنا واحد gave his friend a gift ادى صاحبه هديه يا ترى هيرد عليه يقول له ايه لما يديله هديه؟ Thank you ولا goodbye؟ Thank you. Thank you أكيد طبعا هشكره ويقول له شكرا ليك thank you. جانا تامر البنت دي بتعمل help ولا play؟ يعني الفعل اللي فوق ده play والتاني help. هي بتعمل إيه في الصورة دي؟ help. help بتساعد بتساعد الناس. برافو عليكم. حمزة read and circle هتقرا وبعدين تعمل لي circle قول لي بقى أنهي كلمة أنهي صورة اللي تمشي مع الجملة دي؟ اتفضل. It's a book. It's a book. فين البوك بقى؟ أحمد. آخر واحدة، تمام. أحمد محمود نمبر 2 بيقول لي هاف، اتفضل كمل. هاف. سم. سم. هاف. سم. ووتر بليز. يبقى نختار إيه بقى؟ ها. ووتر. هنختار أول واحدة. وأول واحدة. زي ما قلنا يا اما نقولها water وما نمطقش الار يا اما نقولها water دي خفيفه كده مع ار خفيف. طيب have some water please قلنا معناها اتفضل شويه ميه من فضلك اليك بعض الماء او اليك بعض الماء من فضلك تناول بعض الماء من فضلك زي ما خدناها في الكونفرسيشن بس كانت عن have some cake grandma. معاذ بيقول لي هنا look and take يا ترى الصورة دي mother or father؟ father. father تمام. طيب والصورة اللي بعدها يا ريتال ده family or friends؟ الصورة دي صورة family or friends؟ family. family. ياسين عايزين نرتب كلمة تي سهلة تي ثلاث حروف بس ها تي إيه؟ أيوة إيه؟ تمام إيه؟ جانا تامر عايزين نرتب كلمة flag flag F A G أوكي L حمزة F L A G حمزة pencil يا حمزة
B I N S C E L. انت عكست الحروف المتحركة، هي E في الأول و I في الآخر. Pencil. Pen. P A A. صوت ال A ده صوت ال E. Pencil. تمام. أحمد محمود، سلام. نشوف إيه اللي عندنا بعد كده، نعمل كلير. هنا هنقرأ بقى. أحمد محمود هيقرأ لي كلمات الفوكابولري بانك دي على يونت 5. تمام، هو كان مديني التدريبات دي، ثواني كده. دي كانت تدريبات الدرس الثالث، بعد كده هيراجع وبعدين امتحن. تمام كده، ماشي. أحمد محمود اتفضل. Grandmother. My mother. Tree. Is my mother. دي grandmother. خلاص عرفناها grandmother. اللي بعدها. Tree. تمام. Polite. Polite. تمام. Sister. أيوة. Tea. Flag. 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 Brother. Brother. Family. Family. برافو. طيب تمام، شكرا يا احمد. معاذ هيكمل الناحيه الثانيه. معاذ. Mother. ايوه. Mother. Water. Father. TV. Grandfather. Please help. Thank you. Grandfather, help. Thank you. تمام. ريتال. 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 نعم يا مستر. تفضل. Grandmother. Tree. Bull. Polite. 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 Light. Sister. Tea. Flag. Brother. Family. تمام ياسين هيكمل. تمام ياسين هيكمل. Flag. Mother. Mother. Water. Father. TV. Plan the mother, father, grandfather, 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 help, thank you. Thank you ليك يا ياسين، شكرا. طيب نروح لجنى. جنى. جنى. نعم يا مستر. هنا جنى. read and circle. تمام، اقول who are this ولا who is this؟ لما اجي اسال عن حد اقول من هذا او من هذه، بقول who are this ولا who is this؟ who is this. Who is this؟ تمام، من this مفرد يبقى تاخد is. حمزة اتفضل. بيقول لي this is my. This is. This is دليل على ان اللي هيجي بعد كده مفرد. فهقول my brother ولا my brothers؟ My brother. انهي واحدة، اللي فوق ولا تحت؟ اللي فوق. يبقى هختار فعلا المفرد اللي فوق، لان دي فيها s، ما ينفعش تيجي مع المفرد هنا، دي جمع. أحمد محمود، لما أجي أقول لك تناول بعضا من الشاي، اشرب شوية شاي، هقول لك هو سام تي ولا هاف سام تي؟ إيه رأيك؟ هاف سام تي. هاف سام تي. والله العظيم سمعت، شكرا. معاذ. معاذ. نعم يا مستر. طيب أنا لو سألت مثلا بقول من هذه؟ Who is this؟ يا ترى اللي أنا سألته هيرد عليا يقول لي إيه؟ هيقول لي thank you هاني ولا this is my mother؟
Who is this? This is my mother. Ah, this is my mother. هذه أمي. تمام. Retail. عايز أشكر هانا. أقول لها please you هانا ولا thank you هانا؟ Thank you هانا. Thank you هانا. ياسين. Who? ياسين. Is who this? عايزين نرتبها. Who? أيوة. Who is this? Jeez. Who is this? تمام. جانا تامر عايزين نرتب الجملة اللي بعدها. أقول هذه جدتي. My is grandmother this. This. This is my grandmother. إيه الحلاوة دي؟ Grandmother. تمام يا جانا. برافو. الدور على حمزة. Some have cake. وهبدأ بهاف. بعزم على حد بقول له اتفضل شوية جاتو أو تورتة. ها. Have some cake. تمام. ايه فين الستوب؟ في الستوب. طيب خلاص كده نرجع نلم الصورة دي، ودي المراجعة بقى اهي جابها لي. نراجع مع مين؟ مع أحمد محمود. اتفضل يا أحمد، قول لي كده الفاميلي ممبرز. اتفضل. Mother, father, sister, brother, grandfather, father, grand, sister, grandmother. معاذ هتعدهم تاني يا معاذ، يلا. Mother, father. لا لا father بنزلها، أنا بنزلها شوي. Father, sister, brother, grandfather, grandmother. لا اتفقنا ما بنقولش الدي يا راجل، مش بنقول الدي خالص، grandfather على طول. Grandfather. يا راجل وحياة العصافير اللي بتسوسو دي ما في دي، قول grandfather. Father. انت ليه مصر تقول دق دق؟ ما تقولش الدق خالص، واسمعني كده، اسمعني. Grandfather. يلا اشتغل. Grandfather. ايوه ها اللي بعدها. Grandmother. ايوه حبيبي كده 100 100. تمام. ريتيل. يلا يا ريتيل. لا لا هنغير بقى، هنغير، زهقنا من father وmother. Flag. يلا الناحية الثانية. Flag. ها. Father. يا راجل ماشي هتلف كده تمام زي الفل. ها. لا هات من الأول. هات من الأول عشان أنا كنت بتكلم. هات من الأول. Flag. Father. Fadi. Family. أيوة. TV. Tree. تمام. فين هنام في السيشن ولا ايه؟ عايزين ما نبطل النغمه واحنا بنقرا، قلنا كل كلمه تتقري لوحدها. ليه؟ لان انا بقول فلاج، يبقى انا كده مطيت الاي زياده عن اللزوم، يبقى انا اقولها فلاج. فاذر، فادي، فاميلي، تي، تي في، تري، كده كل حرف ياخد مساحه الصوتيه بتاعته. لكن لو هنغم كده فلاج كده ضفت صوت زياده خالص عن الصوت الحقيقي بتاعه. ياسين. ياسين. Ask and answer who a person is. هنسال ونجاوب من يكون الشخص. هنسال نقول ايه يا ياسين فاكر؟ ها. Who is this. طيب هو هيرد يقول لي ايه بقى؟ This. اتفضل كمل. This is my mother. طيب الولد ده تعالى نعزم عليه. لا الام هتعزم على ماما تقول لها اتفضلي شويه شاي. تقول لها ازاي بقى؟ ها. have
لمين اللي جاوب ده؟ جنى؟ أنا كنت لسه ما خلصتش مع ياسين يا جنى، استنى عليا. ها يلا ياسين كمل. الولد ده بيقول أنا مهذب، هيقولها إزاي؟ I am polite. I am polite. I am polite. I am polite. طيب وهنا لما حد يعمل معانا خدمة نقول له إيه؟ شكرا، نقول له إزاي؟ Thank you. Thank you. تمام، اقفل المايك يا ياسين. يبقى who is this? This is my mother. Have some tea, mother. I am polite. Thank you. نروح للتدريبات ونبدأ بجنى. جنى هترتب لي water. يلا. Why? W قصدك؟ A. A. T. T. أيوة. R. E. E. R. R. تمام. حمزة تفضل. Tree. تمام. طيب عايزين السبيلنج بتاع فلاج يا احمد. احمد محمود سبيل فلاج. فلاج اف ال اي جي. انت بتقلقر الحروف ولا ايه؟ احنا في حصه قران. اف ال ماشي يا عم. F L A G تمام. معاذ. نعم يا مستر. grandmother. ها ال A. ايوه وال ال A grand. ايوه وال O. برافو. طيب T ناقصه حرف يا ريتال، يا ترى عرفتيه ولا لسه؟ T في حرف مع مع الاي، اي مع الاي بيمده. ياسين ماذر في حرف هنا قبل الار. ايش اي؟ الحرف ده موجود، هو الحرف اللي بعده الاي ار في ماذر وفاذر وجراند فاذر كلهم اخرهم ار. تمام كل العيله. نروح لجنى، نرجع لها تاني. يلا جنى. جراند فاذر. لا دي grandmother. grandmother. grandmother ولا father دي؟ grandmother. grandmother. تمام. حمزة تفضل. tree or water. tree or water. water. تمام. أحمد محمود. tea or TV. الصورة دي. tea. tea. معاذ read and choose. يا ترى لما هسأل من تكون هذه؟ قال لي this is my mother. هسأل أقول how is this ولا who is this؟ who is this. who. تمام. الثانية من. how دي معناها كيف، نقول how are you، كيف حالك، نسأل بها عن حاجات كثيرة ومنها الحال. ريتال I am polite ولا I am tea. ينفع أقول I am tea؟ ريتال صباح الخير استاذة ريتال معنا. يلا طيب ها I am polite ولا I am tea. ايوه معاك يا مستر. انا هفضل اسال كتير يا ريتال، هترد ياخد اللي بعدك. I am polite ولا I am tea. I am polite. I am polite. برافو. طيب ياسين لما اجي اشكر ساره هقول لها بليز يو ساره ولا ثانك يو ساره؟ ثانك يو ساره. تمام زي الفل كده. احنا نرجع لجنى كمان مره، نشيل بس الحاجات اللي ثواني يا جنى عشان اشيل الحاجات اللي مغطيه الكلمات دي. ايوه عايزين نوصل بقى ماتش. اول كلمه بيقول لك ريد، اقري وبعدين ماتش وتوصلي. ها سامي family. فين الفاميلي؟ الأولى ولا الثانية ولا الأخيرة؟ 1 2 3 ها 2. تمام. حمزة الكلمة نمبر 2 دي اسمها ايه الكلمة دي؟
تري. فين التري يا ترى؟ فيرست ولا لاست وان؟ ايوه لاست. طيب يا ترى تعرف يا احمد تقرا لنا الكلمه الاخيره؟ ايه الكلمه دي؟ احمد محمود. فلاج. فلاج. ها اول واحده. تمام. طيب معاذ circle the correct word. هنعمل دايرة على الكلمة المختلفة. This is my brother. This is my brother. تمام. ريتال تفضل. This is my mother. تمام. طيب مدين أربع كلمات. Sister, father, TV, family. إيه ده؟ يلا الشاشة اللي جاية قصاد الصورة كده. طيب ثواني بس عشان يا مصطفى. مصطفى مصطفى شاي. احنا كنا بنقول ثانك يو سارة واحد ما عملناهاش ليه؟ تمام. وهنا كنا بنتكلم مع مين؟ ريتال ولا ياسين اللي كان معايا؟ ريتال ولا ياسين اللي معايا؟ ريتال يا مستر. اتفضلي يا ريتال. يا مستر جايب لي سيستر. معلش سيستر وفاذر وتي في وفاميلي. ريتال جاوبت ماذر صح؟ يبقى ياسين بقى. ياسين هنا دي اسمها ايه الصوره دي؟ اسمها سيستر ولا فاذر؟ استنى الشاشه ظهرت. ثواني بس اندو. اسمها فاميلي. تمام نرجع لجنى. يلا يا جنى. ده فاذر. تمام اخر صوره يا حمزه. حمزه اخر صوره. سيستر اور تي في؟ تي في. تي في دي تنسخها بخط كويس. الدبليو والاتش فوق عاليين والاتش بتاع ذس والباقي وسط السطرين ما عدا التي سنه صغنطوطه كده فوق خط الطائره. تمام. طيب احنا كده ايه ده الصفحه خلصت. ماشي نروح على الوحده الجديده. ما عرفناش حاجه احنا. ستوب شير ونطلع على يونت 6. تمام وهنا هنفتح كده وهنجيب الشاشات هنا. ثواني كده. ايوه نثبتها هنا اهو. تمام يلا بينا نبدأ الوحدة الجديدة. عنوان الوحدة Let's play music. تمام دي الوحدة رقم 6 يا جماعة. Let's play music من خلال اسمها يبقى هنتعرف على الآلات الموسيقية. Let's play music هيا نعزف الموسيقى. فعل play بيجي بمعنى يلعب مع الألعاب اللي فيها كرة زي كرة القدم وكرة السلة أو play football. I play basketball. لكن مع الآلات الموسيقية يبقى يتحول معناه ليعزف. يبقى play music يعزف موسيقى. طب أمال إيه الحاجة اللي في الأول ده؟ فعل let. let معناها أساساً يترك أو يدع. يعني ياسين لما أقول لك let your pen سيب القلم بتاعك فأنت بتسيبه كده خلاص. أدي معنى let يترك يدع يعني يسيب الحاجة اللي معاه. تمام لكن إحنا بنستعملها في الاقتراح بمعنى هيا بنا. لما أقول لك دعنا نلعب دعنا نعزف يعني إيه؟ يعني هيا بنا خلاص. يجي بعدها ضمير مفعول اللي هو us. let us دعنا احنا بس بنشيل اليو وبنحط ابوستروفي في مكانها كده. بدل ما اقول let us اقولها let's على طول. let's هيا بنا. هيا بنا نعمل ايه؟ يجي فعل يكون في المصدر بدون اضافات يعني ما ياخدش s ولا ing ولا ed ولا حاجه خالص زي ما هو كده. بقى let's play. احفظ دلوقتي وافتكر ان انا قلت لك من اولى ابتدائي إن let يجي بعدها الفعل في المصدر بدون إضافات. Let's play music.
let's play music. تمام؟ ادوني دقيقة واحدة بس علشان أنا ما ينفعش التسجيل يطلع معايا بالدوشة دي. خلاص هم سكتوا تمام. نرجع بس دي كده شوية عشان أعرف أطلع بال أيوه وبعدين نشدها تاني. خلاص؟ يبقى let's play music، هيا نعزف الموسيقى، نقولها مع بعض كده واحنا قافلين المايك. Let's play music. Let's play music. Let's play music. تعالى نشوف الميوزيكال انسترومنتس. ايه الكلمة الجامدة دي؟ ميوزيكال يعني موسيقي، الحاجة دي موسيقية، بتعمل موسيقى، جاية من ميوزيك. ضفت لها AL بقت ميوزيكال. ميوزيكال انسترومنت اللي هي الآلة الموسيقية، وضفت لها S للجمع لأن دول مش آلة واحدة، دول آلات مختلفة، آلات كتيرة، يبقى انسترومنتس. ميوزيكال انسترومنتس. ميوزيكال انسترومنتس. ميوزيكال انسترومنتس. أول آلة معايا بتقابلني هي الدرام. درام قلنا الدي مع الار بتطلع صوت الجي، فانا هقولها در 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 مش در، ما اقولهاش درم، لا درم. درم واخده من الدي حاجه خفيفه، واخده من الجي مع ار على طرف لساني ما تكش عليها. درم درم درم. بعد كده جيتار. جيتار. الجيتار نفس الاسم بنستعمله عربي، جيتار. جيتار. جيتار اصلا آلة غربية. فلوت المزمار او الناي. تمام. فلوت. فلوت وليه اشكال كثيرة اكثر تطورا من الشكل اللي انت شايفه ده. فلوت. فلوت. بعدين البيانو اسمه حتى بالعربي ما نعرفش ليه اسم غير بيانو برضو. تمام. بيانو. 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 الترينجل سموه كده نظرا لشكله، شكله عامل زي المثلث، والمثلث في الاشكال الهندسيه اسمه تراينجل، فهي الاله كده اسمها نفس الاسم، اسمها المثلث الموسيقي، بيتضرب عليه بحاجه كده عامله زي المفك كده اهو. تمام. بتطلع صوت جميل. خلاص. تراينجل. 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 نقول مع بعض تاني وبعدين كل واحد هيقرا طبعا. درم درم درم. جيتار جيتار جيتار. فلوت فلوت فلوت. بيانو بيانو بيانو. Triangle. 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 تمام. الشاي جه في وقته، انتوا تقروا وانا اشرب الشاي. يلا يا احمد محمود اتفضل. درام جيتار فلوت بيانو ترانجل. اول كلمه ما سمعتهاش، يعني انا سامع زعاء عمار في الصالة ومش سامعك انت. درام. تمام. عايزك وانت بتقول بيانو اسمع صوت البي، ما عجبنيش. ها قول بيانو. 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 تمام. احمد محمود شكرا. معاذ اتفضل. نعم يا مستر. درام جيتار فلاج فلوت. 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 بيانو. تريانجل. 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 يلا. تريانجل. تريانجل. لما تشوف اليو مع الاي غالبا معظم الكلمات هتبقى او. فلوت. لونج يو بس بيتنطق زي الاول مكسور، يعني مكسوره شويه، ما بفتحش بقي قوي. فلوت. 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 ريتال تتفضل. شكرا يا معاذ. اتفضل يا ريتال. درام. درام. درام.
جيتار فلو بيانو. لا بيانو دي عربي دي بيانو 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 بيانو. أيوة تراينجل تراينجل تراينجل. تمام شكرا يا ريتال. تفضل يا ياسين. دلام جيتار. أيوة فوت فلوت فلوت. بيانو. لا مش بيانو بيانو بيانو. أيوة تراينجل تراينجل. جنى تامر تتفضل. جنى موجودة ولا مشيت؟ حمزة تفضل يا حمزة. درام. ثواني يا جنى بقى لما يقرا هو خلاص استني عليا. يلا يا حمزه. جيتار. لا ما سمعتش الكلمه الاولى. درام. ايوه جيتار فلوت. صوتك بعيد ليه؟ انت رحت فين؟ انت قريت وما قريتش يعني صوتك بعيد خالص حتى اخر كلمه ما سمعناهاش. اتفضلي يا جنى. Drum, guitar, flute, piano, triangle. Excellent. أحلى واحدة جانا ما شاء الله. يلا حمزة عيد لك. هنا في نمبر 1 مين أول واحد كان بيتكلم؟ تمام أميرة. أميرة ماسكة الجيتار وبتقول I can play the guitar. أنا أستطيع أن أعزف على الجيتار. I can play the guitar. أستطيع أن أعزف على الجيتار. هاني واقف وراها وزي ما انت شايف ماسك الطبلة وبيقول I can play the drum. I can play the drum. أنا أقدر أعزف على الطبلة. يوسف ماسك الفلوت الترينجل. فين الترينجل؟ بيقول I can play the triangle. وأنا أقدر أعزف على المثلث الموسيقي. I can play the triangle. الأخ صديقهم ده ماسك الفلوت وبيقول I can play the flute. أنا أقدر أعزف على المزمار أو الناي. I can play the flute. أميرة قاعدة في وش الكاميرا هو وماسكة البيانو بتعزف عليه. I can play the piano. وبعدين بتقول Let's play together. يلا نعزف مع بعض. I can play the piano. Let's play together. طيب نشرح كده. I can play هنا جملة من ثلاث كلمات والكلمة الرابعة دي خليها للآخر. I ده الفاعل أنا وبعدين can قلنا ده فعل اسمه modal verb يعني فعل ناقص كده ما ينفعش الجملة تكمل لوحدها بيه. يعني مثلا يا حمزة لو أنا هقول I can أنا أستطيع أنت فهمت حاجة من الجملة؟ ما فهمتش حاجة. I can إيه؟ I can إيه؟ طب أنا أستطيع أعمل إيه؟ يبقى الجملة ناقصة هنا فلازم يجي فعل يكمله يكمل معناه اللي هو play أيا كان بقى play أو غير play لازم يجي فعل بعد كان. فاحنا اخترنا هنا فعل play عشان هو اللي هينفع مع الآلات الموسيقية اللي هو جاي بمعنى يعزف. فهقول I can play أنا أستطيع أن أعزف. طب هتعزف إيه؟ نجيب بقى اسم الآلة الموسيقية اللي أنا أقدر أعزف عليها ومتعلم عليها وأعرف أشغلها كويس. فكل واحد هيقول I can play وهيجي في الآخر يغير اسم الآلة الموسيقية اللي هو بيعزف عليها. فأميرة بتعزف على الجيتار وبتعرف تعزف عليه كويس فقالت I can play the guitar. هنا I can play the drum لهاني. يوسف I can play the triangle. أما الأخ الرابع ده بيقول I can play the flute. في كل مرة بنغير بس اسم الآلة الموسيقية فقط لغير. حتى هنا قالت نفس الكلام I can play the piano. هتلاحظ هنا في الآلة الموسيقية لازم تكون معرفة بالألف واللام اللي هي T-H-E the يعني ال. وما ينفعش أقول I can play guitar غلط. لازم أقول I can play the guitar. تمام؟ يعني شرط play
ان اضيفه مع الاله الموسيقيه ان الاله الموسيقيه تاخد ذا فاقول I can play the guitar اهو بص the drum the triangle the flute تمام the piano اتفقنا هنتدرب على الكلمات دي دلوقتي بس عايز اخد الكلمه الاخيره لانها هي المختلفه let's play together يعني هيا نعزف سويا كلمه together يعني مع بعض together يعني كلنا هنعزف في نفس التوقيت let's play ده كان عنوان الوحده let's play music بس احنا شلنا music وحطينا together let's play هيا نعزف together سويا تمام هقول الجمله مرتين هتقولها وانت قافل المايك وبعدين كل الاثنين هيعملوا المحادثه مع بعض I can play the guitar I can play the guitar اقفل يا معاذ I can play the drum I can play the drum I can play the triangle I can play the triangle I can play the flute I can play the flute I can play the piano. Let's play together. I can play the piano. Let's play together. معاذ هيقول جملة أميرة number one. ريتال هتقول جملة هنا number two. هاني number two. ياسين جملة يوسف number three. وبعدين نمبر فور مع ياسين لا مع جانا تامر وجملة هنا مع حمزة تفضل I can play the guitar تمام ريتال تفضل I play I can play the drum. Drum. لا ما عجبتنيش. I can play the drum. I can play the drum. تمام. ياسين اتفضل. I can play the triangle. Triangle. I can play the triangle. Triangle. أنا ما سمعتش غير triangle أنا مش بقول لك قول كلمة أنا بقول لك قول جملة I can play the triangle I can play the triangle that triangle جانا تامر I can play that flute لا بس مش عايزها متقطعة كده يلا تاني I can جنى play. I اسمعيني I can play the flute I can play the flute ايوه كده حمزه اتفضل I can play the piano ايه ده قول تاني حمزه I can play ما تقولش الجمله باستهتار دوس على الحروف كده وركز ها I can play the piano. ها. Let's play to piano together. Let's play together. Let's play together. Let's play together. الأستاذ أحمد محمود هيعيد لي جملة يوسف. I can play the triangle. أحمد محمود I can play the triangle تمام يعني أكتر واحد نطق play بطريقة جميلة كان معاذ I can play the guitar ما تتكش على الار وانت بتقول guitar عشان فيها مادة قبلها I can play the guitar تمام I can play the drum I can play
play the triangle. Triangle اتمرن عليها لانها يعتبر اصعب كلمه بالنسبه لكم في درس النهارده. I can play the flute. I can play the piano. Let's play together. تمام؟ نشوف الصفحة اللي بعدها فيها إيه؟ ناخد دي سنة لورا كده. تمام تمام تمام. أيوه لغاية هنا. طيب، talking about skills and abilities، يعني هنتكلم عن المهارات والقدرات بنستعمل can. زي ما قلت لك السبجكت الفاعل الأول تمام اللي هو I أو أيا كان الضمير I أو he أو she أو أي حد من السبع ضمائر بتوعنا we they. بعدين كان ويجي بعدها زي ما قلت لك الفعل اهو بيقول لك اي ان اف يعني الانفينيتيف يعني المصدر للفعل بدون اي اضافات. وبعدين ذا لازم شرط. بعدين الميوزيكال انسترومنت اسم الاله الموسيقيه اللي انت تقدر تعزف عليها. اي كان بلاي ذا يبقى اي كان بلاي ذا بيانو وبنغير تمام اي كان بلاي ذا فلوت ذا درام ايا كان. To make suggestion ازاي اعمل اقتراح؟ قلنا بنستعمل let's والفعل في المصدر. Let's play تمام let's play together يعني هو ما جابش حاجه جديده كل ده شرحناه. طيب الدور على معاذ بيقول لي I can the flute يبقى I can play ولا plays؟ اوعى تزعلني يا معاذ. ها play. ليه اختار play بقى؟ عشان لازم تيجي الفعل فين؟ في المصدر بدون اضافات. يعني ما ينفعش اختار له plays اللي فيها اس لان دي اضافه هي للفعل ما ينفعش. تمام ريتال let's together نفس الفكره let's runs ولا let's run؟ ها let's runs. let's runs اللي فيها اس ولا let's run اللي ما فيهاش؟ ها انت اخترت ايه بقى؟ اللي فيها اس. طيب انا دلوقتي مش عارف معيش عصا عشان اضربك بيها. مش انا قلت لات يجي بعدها الفعل في المصدر تمام تمام افتح ايدك يا ريتال تاخدي عصايتين خلاص. يبقى لات يجي بعدها الفعل في المصدر زي كان بالظبط اهو يبقى هنختار رن ما نختارش اللي فيها اس ابدا. يبقى انا دول اكتر حاجتين مهمين في ده الجرامر بتاعك تمام يعني القواعد كلها اللي في درس النهارده هم دول بس تمام اللي هي كان بعدها الفعل في المصدر ولات يجي بعدها الفعل في المصدر. يعني ايه يا مستر فعل في المصدر؟ قلنا بدون اي اضافات لا اس ولا غير اس تمام. نحفظهم بقى كويس علشان ما نغلطش فيهم تاني. نشوف الصفحه اللي بعدها هنا دي الاغنيه كام اند بلاي وذ مي موجودين على القناه لو حبيتوا تتفرجوا عليهم اكتب كده الوحده الخامسه ياسر الكيلاني هتطلع لك الفيديو فيه الاغنيه دي تمام. اغنيه جميله جدا وايقاعها حلو يعني. بانج 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 ده بيعمل لك صوت الاله الموسيقيه وبعدين بيغني I can play the drum انا اقدر اعزف على الطبله. Come and play with me تعالى واعزف معايا. Come تعالى ده فعل امر اهو. And play with me واعزف معي. وبعدين بيعمل صوت الفلوت توت 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 I can play the flute هم بيغنوها بالطريقة دي. أنا أقدر أعزف على المزمار come and play with me تعالى واعزف معايا. وبعدين بيعمل صوت الخبط على المثلث الموسيقي على الترينجل تينج 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 I can play the triangle come and play with me. بعدين بيعمل صوت الأوتار بتاع الجيتار لما بتعزم عليه strum 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 I can play the guitar come and play with me. دي الأغنية. الواجب بتاعك درام تمشي عليها الدي الحرف العالي الوحيد في الكلمة والباقي ما بين الطائرة والحشائش المتنقطين زي ما كل مرة البي خط الدودة من الحروف اللي بتنزل لتحت باقي الحروف في النص. فلوت عندك حرفين عاليين الاف والال. تراينجل حرف نازل لتحت الخط الدودة الجي والال الحرف الوحيد العالي اللي بيوصل لخط السماء تمام. جيتار كلها وسط السطرين ما عدا الجي. درام بيانو فلوت تراينجل جيتار. التدريبات مع ياسين. اتفضل ياسين اول واحد معايا. هنا بيرسم لك الميوزيكال انسترومنت الاله الموسيقيه وبعدين يجيب لك جملتين وانت تختار يا ترى مين فيهم الجمله الصح.
هنا بيقول لي I can play the triangle ولا I can play the guitar. ياسين ها I can play the triangle ولا I can the guitar. تمام. جانا جانا نمبر 2. Let's play football ولا let's play music. Let's play music. Let's play music. Okay. ثواني بس كده ناخد لنا كام سطر هنا تاني. تمام 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 تمام. حمزة شكرا جنى شكرا ياسين. حمزة اللي عليه الدور. I can play the drum ولا I can play the flute. I can play the drum. The drum. تمام برافو. أحمد محمود تفضل. I can play the piano or I can play the flute. I can play the piano. The piano. The piano. Flute. 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 تمام. Flute. Okay. معاذ. قفل يا أحمد خلاص. معاذ. Circle. Look and circle. تمام. هنا guitar or piano. Guitar. Guitar. تمام. ريتال تفضلي. The drum or flute? Flute. Flute. ياسين. This is. فين فين. الولد ده بيعمل ايه? Play or point? Play. Play بيعزف. اما point دي معناها بيشاور. يشير الى. تمام. شكرا ياسين. جانا. Read and circle. I can play the piano or I can play the piano. I can play the piano. اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. تمام برافو عليك. هي في المصدر بدون إضافات. أما اللي تحت دي فيها اسم ما ينفعش ناخدها مع كان. حمزة. Let's play Bach or let's play music. 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 أوكي. تمام جميل. أحمد محمود. Read and match. عايزين نوصل بقى. تفضل. أول كلمة عن بيانو. فين البيانو هنا? Number one or two or واحدة. Three. آخر واحدة. أوكي. شكرا أحمد. معاذ تفضل. Number two. اقرأ كده. Drum. Drum. فين الدرم? أول واحدة. أول واحدة. تمام. ريتال. آخر كلمة اسمها. بيانو. لا لا دي 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 اسمها ايه الكلمه دي؟ بيانو. لا والله العظيم ما اسمها بيانو. بيانو خدناها هي كانت هنا بالظبط. مش تراينجل. لا ما نقولش تراينجل بقى. تراينجل. 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 تمام. تراينجل. في حاجه تاني؟ اه ده في تدريبات كتيره اهو ما شاء الله. طيب ياسين. ياسين هنا. ياسين هو اخر سؤال عشان نقفل السيشن والصفحه دي هتاخدها هوم ورك. هتاخدها واجب. يبقى اكتب على الصفحه دي عندك كده قبل ما ننسى هوم ورك. تمام. وفي ناس فيكم ما بتبعتش واجب نهائي. انا ببصيت في بعض الحسابات لقيت من ساعه ما اشترك ما شفتش منه غير مره تقريبا. ياسين لما اقول I can play the flute ولا I is play the flute؟ لما اقول انا I can play. تمام خلاص كده الدرس الاول انتهى. و 5 6 7 and 8 دول عندك هوم ورك واجب. وان شاء الله نتقابل في الدرس الثاني. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.